إذن من أمام مقر ولاية تطاوين، أين يعتصم مجموعة من شباب تطاوين، شباب الكامور الذين كانوا قد انطلقوا في تحركات احتجاجية منذ يوم أمس، تحركات احتجاجية طالبوا فيها بإقالة الوالي الذي حملوه مسؤولية التقصير في أو عدم تطبيق بنود اتفاق الكامور. أيضا طالبوا الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة لتطبيق هذا الاتفاق. الشباب هنا قرروا الاعتصام منذ مساء أمس بمقر الولاية، اعتصام مفتوح، قالوا أنهم لن يفكوه إلا يعني اتخاذ قرار بإقالة الوالي الذي يحملونه المسؤولية كما كنت قد تحدثت في عدم تطبيق بنود اتفاق الكامور. أكثر تفاصيل حول تحركات الاحتجاجية لشباب الكامور وحول خطواتهم القادمة سنأخذها بأكثر تفاصيل مع أحد شباب الكامور طارق الحداد، وهو من أول من دعا لهذه التحركات عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور التي تتبنى هذا الحراك منذ انطلاقه في العام 2017. أكثر تفاصيل إذن باش ناخذوها مع طارق الحداد. صباح الخير طارق. صباح الخير أختي. إذن طارق، اليوم أنتم معتصمين يعني من أمس في الولاية، مطلبكم الأساسي هو إقالة والي الجهة عادل المرغي، المطالبة بالإقالة هدية علاش؟ وطالبوا زادة تطبيق بنود اتفاق الكامور، أكثر تفاصيل يعني حتى على الخطوات القادمة في تحركاتكم. بالنسبة مطلب مش مطلب أساسي، احنا بالنسبة لعادل الورغي ما عدناش معاه خصومة على قطعة أرض، أما اللي نحب نقولوه من أولى المطالب يلزم بحول الله تتنفذ لنا هو إقالة عادل الورغي أو استقالته، واحدة منهم كما يحبه، كان هو جابها بشرف أنا يمشي يقدموا استقالته ولا تقيل الحكومة، على خاطر الوالي هذا اللي كان شاد تطاوين بالنسبة للوالي المنتهي صلاحياته، عطيناه تطاوين على طبق من ذهب، عطيناه تطاوين بعد اتفاق كامور، لقينا رواحنا نعانوا من العطش، لقينا رواحنا فما ناس قد تدخل للوالي وعند الزبانية متاعها. الولي هذا عمل عصابة في ولاية تطاوين، ناس تخدم فيه وناس تدافع عليه، ما عمل حتى شيء لتطاوين. تطاوين هذه لازمها معامل، تطاوين هذه لازمها طرقات، تطاوين هذه لازمها مطارات زي الناس، تطاوين هذه يلزمها شركات يكونوا أبناء الجهة واقفين لها، تطاوين هذه نحب نعاودوا إعادة العقود، لأن رئيس الدولة وقت اللي خرج بالخطاب الخطير الأخر اللي حكي فيه قال دولتنا هذه تتحكم فيها أطراف أجنبية في غرف مغلقة. احنا حبينا المرة هذه رزق التوانسة، هذا مش رزق التطاوينية، البترول والثروات اللي هنا حبينا نعاون السلطة، احنا اعتصامنا هذا را مش ضد السلطة، بالعكس نعاون السلطة، لأن حسب كلام أعلى هرم في السلطة السيد رئيس الجمهورية قال راهي بلادنا مخترقة، احنا يلزمنا نوقفوا مع السلطة، احنا جند من جنود التراب العزيز هذا تراب تونس، نحب نكونوا مع الامنيين ومع العسكريين ومع الناس كل، ونحب الله التوضيح للناس كل، ما احنا رانا ماناش باندية باش اقتحمنا الولاية، الولاية هاكم موجودين فيها بلاصتنا نظيفة، بيبان هاكا تنجمي بالله تصوريها مختي، رانا ما خلعناش الباب، راهو تكلم امبارح المراسل نتاع الوطنية يرحم والديه ومراسل مزيك زاد يرحم والديه اللي هما كانوا حاضرين وشهدوا شهادة حق. شهدوا شهادة حق اللي هو فتحوا لنا الأبواب، دخلنا عبرنا على الغضب متاعنا بكل سلمية، حقنا باش هنا نعتصموا لأنها عبير موسى مواطنة تونسية، احنا مواطنين توانسة واحنا عندنا شرف أكثر منها، احنا ماناش نمجدوا في النظام المخلوع اللي حطم تونس اللي هرس لتونس، هي حطمتها تونس حتى قد الدول الأخرى، معناها راهي الثورة هذه يركبوا عليها التساتر وركبوا عليها الناس اللي خلعهم الشعب، هي تمشي ترقد غادي يا أخي، معناها الأمن احنا، معناها الأمن اللي في باردو والأمن اللي في تطاوين وكل تابع نورمالمون وزارة الداخلية، ولا وزارة الداخلية كان ريناها خرجت عبير موسى من مقر السيادي هذا راهو للتوانسة كل، احنا جينا هنا ما نشرناش الزر احنا في مجلس النواب، بالعكس احنا ناس محترمين طالبين هنا خذ اتفاق الكامور، شنو تنفذ منه وشنو ما تنفذش به اتفاق الكامور
احنا طلبنا في ساكتها 80 مليار سنويا، هم مش يعطوهم للبنوك. البنك كان يجي عندي هنا قطعه ارض ولا حجه باش نرهنها، البنك من قبل تعطيني حتى تطلب 5000 مليار يمشي للمركزيه يجيبوهم ويجوا. لا، احنا طلبنا حاجه ننقذوا بها البلاد هذه، يدور الاقتصاد، العجله الاقتصاديه تدور، تتفرهد العباد، العباد هنا ضربها الياس والاحباط. طلبنا 1500 انتداب بالشركات العامله والمنتصبه في صحراء تطاوين، ما شفناش احنا 1500 انتداب، وين يحاسبونا بهم؟ طلبنا 3000 انتداب في شركه البسنة والغراسه، لقينا ناس ما همش منتدبين، و2500 بركه، 2500 بركه، والالف الاخرين ما انتدبوهم الا ما جو، الا ما جت فرقة القرجاني ووقفونا وقالوا انه انتم تديروا وتعملوا باش بعد تالي تفكروا بعد اشهر، معناها الا بهكا الضغط وبالمطالب تاع الشارع. بالنسبة لاتفاق الكامور زيفوه ولعبوا به، وجو جو الاطراف معينة في تطاوين من هنا حبوا يشروهم وشروهم باش يبثوا الفتنة في ابناء الجهة هذه ويديروا لهم التخويف، سينو هو ما صار منها حد شيء. نحب ليش الشعب التونسي، نحب نقول له حاجه واحده، نحب نقول له بالنسبه للعهد الزير راهم شيء، فما ناس تو بزديد دي يرجع لها الخوف، رد بالكم يا توانسه يرجع لكم الخوف، راكم الحريه ما هدا لكم حتى حد، لا هدا لكم لا الغنوشي، لا هدا لكم الباجي قائد السبسي، لا هدا لكم حتى حد، انتم هديتوا الحريه للغنوشي وامثال الغنوشي واي سياسي. انا راه ما نحيش هاك على هاك، جميع السياسيين احنا رانا عملنا لكم قدر، احنا الشعب التونسي، احنا جبناكم المنافي، احنا جبناكم السجون، احنا جبناكم المعتقلات وردناكم اسياد قدام العالم. انتم اليوم تكافئوا فينا بالهرسلة، انتم عندكم تو الوزارات تحتكم، كل شيء تحتكم، وانتم حبيت الدولة شنو طالبوهم على رأس مطالبكم إقالة الولي اللي تعتبروه يعني أخل تطبيق بنود اتفاق الكامور، ما بعد فرضا إقالة الولي شنو طالبوا أنتم كشباب الكامور؟ تطبيق ما سبق باه نطالبوا احنا أبار تطبيق، احنا نحبوا الولاية هذه ولاية، ولاية زي ولاية العالم الكل، نحبوا الميم يقصش علينا، نحبوا تكون عندنا سبيطارات كيما الناس الكل، نحب كي نمرض هنا ما يقوليش برا اعمل يارام في جرجيس، ما يقوليش برا اعمل كذا، نحبوا مطارات تطاوين فيها نسبة كبيرة في الجالية اللي تعيش في فرنسا ويعيشوا في أمريكا وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي العالم كله، نحبوا نحبوا مطارات. علاش تقولي لي هنا المطار يهم البلاصة الفلانية ويهم البلاصة الفلانية؟ لا، حتى هو ضرام بشر. نحبوا زادة حاجة أخرى، هذه الله يسامحه منصف المرزوقي، الله يسامحك ونقولها لك من هنا، اللي جيت بيسرحوا بيهم وعندهم وعندهم مصالحهم في الصحراء غادي واراضيهم ما يجيش يمشي غادي. علاش بتقولي الارهاب؟ احنا رانا نقولوا هذه للعسكر وللبوليسيه وللحرس وللناس كل، احنا رانا خوتكم واحنا رانا صف، احنا الصف اللي معاكم، كان تحبوه اللي قدامكم ولا اللي وراكم، احنا رانا معاكم ضد الارهاب. وخير رساله وصلت من اهل الجنوب بن قردان، ملحمه بن قردان اللي وقفوا فيها اهل بن قردان وشرفاء بن قردان اللي وقفوا مع الامن. احنا شد الحدود، جندك يا خويا وقفونا على الحدود، اما اعطيني نتمتع ونعيش في ارضي ونمشي، يواتي ترفاس ما تمشيلاش، يواتي بتحوس ما تمشيلاش. احنا البلاد هذه طالبين زاد البلاد هذه الكرامة قبل كل شيء، وطالبين بالله حاجة واحدة، كي نجي بالله أنا القوالي عاملين لها قصر، تو كي تمشي طريق الركبة مش اسمهاش دار الوالي، راه مساحة تبني ديار ما هي دار، اسمها قصر الوالي، شهريات قونفلي على الاخر كان بنكبروا شنو طموح الشباب هذا، ممكن حتى يضحكوا لنا يقول لك وين طلعت غادي، لا طموحي هنا ما نشبعش وزير يخلص في 4 5 ملايين، علاش تخلص 4 5 ملايين؟ ما نشبعش والي يخلص في 3 و4 ملايين من غير الامتيازات، وحنا وين امتيازاتنا؟ احنا نصبناكم باش نعطوكم انتم الامتيازات، احنا وين امتيازاتنا كشعب؟ انتم راهم فما كتي باش تخدمونا، حطوا في بالكم، حطوا في بالكم اللي انتم خدام عند الشعب هذا، اما الشعب هذا يا اسفاه على نسبه كبيره من الشعب التونسي اللي هم طاحوا يهينوا في رواحهم اللي ردوهم هم الاسياد وردونا احنا العبيد، لكن لا احنا، لا احنا عبيد لا هم عبيد، احنا نحبوكم انتم خدامه عندنا خاطر تخلصوا في شهريه من مال العام. وبالله كلمه قبل تسأليني، نحب اللي بيقولوا لنا اصبروا، تو برشا ناس يتشدقوا يخرجوا على المنابر ويخرجوا على الفيسبوك يقول لك اصبروا مش وقتها، والله الصبر كان اللي مكوي بالنار هكا برا، اطلب واطلب منها الصبر، على خاطر انا ما نقبلش من واحد يخلص في 3 4 ملايين يقول لي اصبر،
بطلوا شهاري على الناس الموظفين العموميين الكل في الدولة التونسية، ما عادش تاخذوا شهاريكم، ما عادش تاخذوا شهاريكم، ترى اعتصموا معانا على الشهرية، قولوا الشهرية هذه باش نخلوها للدولة التونسية باش نوقفوا لها. تطلبوا مني هنا يوقف للدولة التونسية، وانت وين وقوفك في الدولة التونسية اللي تاخذ في شهرية من الدولة التونسية؟ علاش تكذبوا على العالم وعلى العباد وتتشدقوا عليهم؟ علاش كانك وطني والله لا تقبل 4.5 ملايين، رئيس دولة يخلص 30 مليون، علاش تخلص 30 مليون؟ علاش تخلص 30 مليون؟ وانا يا اخي انت تونسي وانا مش تونسي، اي مسؤول فيكم راهو تونسي وانا تونسي. اليوم معتصمين واعتصامكم ربطوه باقاله الوالي، هل انه عندكم تحركات احتجاجيه اخرى والا مواصلين في الاعتصام، ولا شنو هي تحركاتكم بالضبط؟ طبعا بالنسبه لاقاله الوالي هيك ما هي الا الخطوه الاولى، بالنسبه احنا حط الوالي هكا على الشارع ونحبه ميساج للي يسمعوا فينا، مش كان الوالي، الولايه هذه فيها سويس كامله، مجلس جهوي خارب خارب، لأن الوالي هذا جي هنا جي كالحمل الوديع لتطاوين، فما ناس من تطاوين هم اللي صنعوا منه طاغية، هم اللي صنعوا منه طاغية. متواصل حتى لين الولاية هذه تولي ولاية زي الولايات، حتى لين مطالب تطاوين باش نحطوهم على الطاولة، مطالب تطاوين باش نحطوهم على الطاولة، وجوابنا للي بيقول اصبروا كان جواب واحد، بطلوا أنتم عاش تاخذوا شهري حتى احنا نصبروا. سينو نحبوا مطالب تطوين كلها على الطاولة. إذا مشكور طارق الحداد من معتصمي الشباب الكامور، قدم تفاصيل حول مطالب الشباب المعتصم وحول تحركاتهم القادمة. إذا باش نحاول نزيدوا ناخذوا شهادة أحد المعتصمين، نجم نقولوا من كبار السن شوية، مساندة لشباب الكامور، مطالبكم بإيجاز، نحاولوا ما نكرروش اللي قالوا طارق. بالنسبة لينا تفضل. طاهر بريبش نشط في المجتمع المدني في تطاوين ونشط في الكامور وفي الواحد. احنا اليوم جيت الصحافه مرحبا بكم ونشكركم، واليوم نشكر الشباب باش نتكلموا على اول نقطه حبيت سالتنا فيها، هو ازاحه السيد الوالي هذايا وتحويله بوالي والي بالمنجد في اطار الدستور وفي اطار القانون يستقبل المواطنين. الوالي هذايا عزل روحه بحائط سمنتي اول ما جاء، وعزل روحه على الشعب وعمل مجموعه معينه يتعامل معها وعندها منافع خاصه وراس ماليه جهويه فاسده، ونتنكر علينا ولا ما عادش يخاطب فينا وكل شيء، وقع احتقان. الاحتقان من الشباب هذا هو اليوم مسيره فيها على الاقل بحدا 2000 مواطن. اليوم جينا اعتصمنا هنا كي نطالبوا بقاله الحاكم ونطالبوا في الخطوات القادمه، انها راي المعتمديات والبلاد كلها متجاوبه معنا وتنتظر، عندنا تنسيقيه وعندنا برامج وعندنا بيت خلف النضال الداخلي ونعملوا في اطار الدستور وفي اطار السلميه بالمطالبه، اولا ساعه تطبيق مواقع الاتفاق عليه، ولكن البلاد زادت تطلب، مش راهو نبقوا في اتفاق الكامور، اتفاق الكامور عندنا برامج تنمويه، احنا البلاد تدخل المواد الانشائيه، تدخل بالثروات، هذه السلطه مش حابه فلاحيه وسياحيه واقتصاديه ومنشات، اما الدوله مش حابه تهجر فينا، طرد فينا في البحر برو هاجروا في البحر، والا تقمعنا هنا في الشوارع والناس بطاله وكاو، فيها معينه يتعامل معها الوالي والسلطه، احنا رانا تابعين تونس ولايه رقم 24، نحبوا نربطوها بسكه حديديه، بسكه بقطارات باللي تحبوها انتم، اما بالنسبه للموضوع هذا راهو احنا ماذا بينا تجاوبنا مع خطاب رئيس الجمهوريه ونستقبل الحكومه القادمه والوالي الجديد، رانا مستبشرين بهم لان ابناء تونس باش يسمعونا، ما يضيعوش 8 سنين كما ضاعوا ما بعد الثوره، ما عادش نحبوا نضيعوا حتى نهار على تطاوين. المستقبل هذا يجونا ناس مسؤولين يفهمونا، يعملوا برنامج تاع تنميه ويحكوا في حوار نتاع اطار الدستور، ومرحبا برانا تونس كله، تحيه تونس. الصحة مشكور. إذا كنا في نقل مباشر لاعتصام شباب الكامور من أمام مقر ولاية تطاوين، وأكيد باش يكون لنا محطات قادمة في تغطية التحركات الاحتجاجية لشباب الكامور المطالب بتطبيق بنود اتفاق الكامور الممضى في العام 2017. رحلة 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 رحلة، شعار الكامور الرحلة.